سهراني ناديك تعالالي حبيبي يا غالي، قلبي سهراني ناديك ياللي وحشاني عينيك، قلبي سهراني ناديك ناديك تعالالي وريح بالي. سمعنا الكرام على راديو المشاهير اللبناني، تحية لكم من القلب بالصدفة الحلوة من أوتيل لانكاستر ببيروت مع المطرب العربي اللبناني إيوان. منور مساء الخير لكم جميعا ولك، هالصدفة عن جد حلوة. خبرنا كيف كان هالإيفنت هيك راجع تقينا فيك صدفة حلوة هلا. مظبوط، كنت بمهرجان السلام ببيروت، وكنت سعيد انه عم نقدر بعدنا نعمل هيك احتفالات ونودع الصيف ونستقبل هالموسم الجديد، ان شاء الله تكون نحلت كل المشاكل وبيروت ولبنان وكل الوطن بخير والف سلام. خبرني كيف كان هالايفنت، كيف كانت لهفة هالناس؟ سعيد كثير، كنت اعلاميا اهم الوسائل الاعلام غطيته، والصليب الاحمر اللي هو كمان محافظ على مساعد مع الجيش اللبناني بحفظ الامن هون شارك كثير، هو اللي نظم الحفل، فتحيه لهم. كان الجمهور بعقد، الشباب والصغار والعيال، كنت سعيد بهالمهرجان كثير، التنظيم كان كثير حلو. ايوان كلمتك اليوم للجيش اللبناني اللي عم نشوفه عم يوقع ضمن تشابكات بارسال وهالقصص، شو بتقول هيك؟ بقول الله يعني الله يعين اهاليهم، وبقول نحن هيدا الحادث اللي صار وحد كل اللبنانيه، ان شاء الله يضلوا موحدين مش بس بظروف مثل هاي، بالسراء والضراء مثل ما بيقولوا، وعلى الحلوه والمره، وان شاء الله الله يفك اسرهم يا رب. ايوان خبرني اشتقنا لك عن جد، يعني اشتقنا لهالطلة الحلوه على التي في وعلى نسمع اغاني جديده وعمل جديد. خبرني هاي شو في تحضيرات لاغاني جديده؟ في عمل جديد رح نسمعه قريبا ان شاء الله؟ اكيد. خبرنا هيك عن العمل اللي انت فيه بدبي. مظبوط، نزلت اغنيه جديده بعنوان مغير علي، ان شاء الله بلشت تلاقي اصداء كبيره على السوشيال ميديا والاذاعات، وان شاء الله الكليب خلال اسبوعين بيكون جاهز، انتاج دلتا برودكشن بدبي بينزل خلال اسبوعين، وان شاء الله في تحضير لشي اغنيه لبنانيه واغنيه مصريه، ان شاء الله بيلحقون ككليب والبوم ورا بعض. نحن شو بدك هيك جاهزين كانتاج كلمات الحان؟ اكيد اكيد. هلا اكتشفت انه في كمان في التقاء بالتوجه باللحن وبالكلام، بتشرف يكون في تعامل قريبا. الشرف الي وانا بتشرف بالتعامل مع فنان لبناني رفع راس لبنان بهالصوت الحلو، الاغاني اللي كنا نسمعها، بتشرف فيك على راديو المشاهير. الشرف لي، وان شاء الله هيك نكون معك مقابل مطول. اكيد اكيد بنحكي فيه عن جديدك، بتكون لايف كمان 100%. بدي اقول لكم ثانك يو، يعطيكم الف عافيه والله يقويكم. ثانك يو. تحية لكم علاء الجوهري. تحية لكم، تحية لوائل الجوهري. حبيبي حبيبي يا وائل. ثانك يو. كان قايل لي عنك.